السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم أصدقائي؟ بالدرس السابق شرحت لكم عن ميثودات اليوزر نيم والفيرست نيم والايدي، يعني أنت تيجي للبوت تدز له ايدي، البوت يدز لك معلوماتك. وبهذا الدرس راح أشرح لكم عن إنه أنت تيجي تسوي رد الشخص، تكتب ايدي البوت راح يدز لك الايدي مالته، يعني أنت مسوي رد للشخص، أوكي؟ وراح أشرح لكم شغلة ثانية، مثلاً إحنا هنا شو مسوين؟ مخلين شوفوا مثل ما تشوفون هذا الكود السابق. طبعا نجي هسه نشغل الملف، نكتب بايثون بوت دوت باي وحفظه. اجي هسه للبوت ادز له اي دي مثل ما تشوفون، دز لي معلوماتي كامله، بس شنو الاي دي بها سلاش. اذا اكتب اي دي بدون سلاش مثل ما تشوفون ما جاوبني. يعني بهذا الدرس راح اشرح لكم شلون تسوي ريبلاي شخص ويجيب لك الاي دي مالته، وراح اشرح لك شلون تخلي الامر يشتغل بدون سلاش، اوكي؟ واكو شغله ثانيه، شخص يعني قال لي شلون نوخر الصوره طبعا من الفايل المارك داون. مجرد ما تيجي هنا تخلي كوما وتكتب ديسيبل، تطلع لك هي تلقائي هاي ديسيبل ويب بيج بريفو، وتخلي بوتيشن وتكتب ترو، خلاص الصورة بعد ما راح تطلع. هسه نجي نكتب at boot dot send message ونفتح قاوس. هالمرة راح نكتب reg exp، ما راح نكتب command، على مود شنو نكتب الأمر بدون سلاش، أوكي؟ reg exp ونخليه يساوي، ونفتح بوتيشن وكمثال نخلي id، أوكي؟ هسه نجي نكتب def مثلا ريبلاي، نفتح قوس نكتب مسج ونقفلها بالكولوم، اوكي. هسه ايش عندنا؟ نكتب ان شلون نخلي البوت، يعني ان شلون نخلي الامر ما يشتغل الا برا. نكتب اف مسج دوت ريبلاي تو مسج، يعني هسه احنا حددنا هذا الامر ما يشتغل الا برا، اوكي. هسه نجي ايش نسوي؟ اي دي ونسوي متغير اي دي ونخلي يساوي، ونكتب مسج دوت ريبلاي تو مسج، ونخلي دوت فروم يوزر دوت اي دي. يعني احنا اذا قلنا اي دي رساله برد، حلو طبعا ريبلاي ناقص اي، اذا كانت الرساله برد اوكي شي دز لنا واحنا مسوين رد للرساله، راح يدز لنا الاي دي مال الشخص، اوكي. هسه نجي نكتب بوت دوت سند مسج، ونفتح قوس ونكتب مسج دوت شات دوت اي دي، ونخلي كوما ونخلي متغير الاي دي هذا، اوكي. هسه نجي نكتب اي دي ونحفظ الفايل ونوقف البوت. طبعا اللي ما عرف يوقفه هيجي يكتب كنترول او يضغط كنترول زائد سي، اوكي. هسه نجي نكتب بايثون بوت دوت باي ونطي انتر. قال لي خطا عندي، دقيقه بالله. بوت دوت سند دوت سند مسج، العفو هنا انا مو سين مسج 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 اندرسكول هاندلر، اوكي. هسه اجي احفظ الفايل، الخطا راح عندي اكيد. اجي اكتب بايثون بوت دوت باي واطي انتر، هسه اشتغل عندي البوت. مثلا راح اجي اكتب اي دي اللي بيها سلاش، اوكي، مثل ما نشوف هسه راح يدز لي معلوماتي، دز لي معلوماتي البوت، اوكي. هسه اجي اريد اجيب الاي دي مال بوت هذا، شلون؟ مجرد ما اسوي له رد واكتب اي دي بدون سلاش، لان احنا هنا حددنا الامر بدون سلاش، اوكي. نجي نكتب له اي دي بالرد، مثل ما تشوفون دز لي الاي دي مال بوت اللي سويت له رد. هسه اذا اجي اسوي لنفسي رد واكتب اي دي، كذلك راح يدز لي الاي دي مالتي، لان انا مسوي رد لنفسي مثل ما تشوفون دز لي الاي دي مالتي.
طبعا شباب لهنا انتهى الدرس مالتنا ان شاء الله، وانتظرون بدرس جديد وبشرح جديد، وشكرا لكم ومع السلامه.